السلام عليكم، معكم عبد الحكيم عقا، ولد مدينة تطوان، 22 سنة، قريت في مدرسة إسبانية خاسينتو بينافينتي، والباتيسري بديتها ملي كنت صغير، والهوايات ديالي الكورة والباتيسري والرسم. التجربة اللي عملت على احسن باتيسري، تجربه صراحه مزيونه بزاف، حيت تعلمت فيها بزاف الحاجات اللي ما كنتش كنتوقع غنعيشهم، وعيشتهم تما ولا في بلاطو ولا مع لي كونديتور اللي كانوا معايا. صراحه تجربه مزيونه. ملي مشيت ما كنتش متوقع ندي اللقب، حيت انا ماشي بفكره غنشارك، ما مشيتش باش نتزام ورا اللقب، ماشي غير باش نشارك، ولكن الحمد لله ملي مشيت وقوس البريم الاولي والثاني والثالث، ملي ديت الطابليه الزرقاء الاولى اجتهدت باش نوصل فينال وندي اللقب الحمد لله. السبب بس كنت كنبقى نقول خصني غنبقى البريم اللي ماجي، هو صراحة الاجواء مزيونه تما، ما كنسخاش نخرج، واخا كيكون الضغط والاعصاب بزاف الحاجات ما كيتشوفهاش المشاهد، كتكون في الكواليس كتكون بزاف الضغط والاعصاب والستريس والخلعه، ملي كتسالي هادشي كامل وكتجلس بغات نزل التحكيم باش نعلن يعني شكون غيخرج شكون غيبقى، حتى عاد كتحس بلي حيت لما خدمتي شي صافي غتقصى، كتحس بلي البريم اللي ماجي خصك تعمل كثر باش ما تحسش بديك اللقطه هذيك ملي كيكون خارج شي واحد. العلاقه بالناس اللي خدامين تما صراحه مورا الكواليس ما كيبانش ليك شي، في الكواليس الناس تما مزيانين صراحه، كيتعاملوا معنا مزيان، الناس كيخدموا كنضحكوا مع بعضنا، ما كنحسوش بشي جو الخدمه عائلي، خدامين مع بعضنا كنضحكوا، هاد الاجواء ما غنساهاش تما من الكواليس. اللقطه اللي كتبقى عالقه هي ملي كيهضر معايا المخرج، كيهضر كي الميكرو بيفان كيسمعوا، انا كيقول لي على الحكيم وانا كنعلي عيني فوق، صحابي المخرج كيكون فوق، فهمت داكشي كيضحكني بزاف، كيبداو يضحكوا معايا كيضحكوا عليا الكاميرامان ولي شاف، وهاديك هاد اللقطات مزيونين كيكوزو فيها. الدومين كان عندي غا هواية، حيت بديت غا في الدار كنعدل الحاجات غا في الدار، ماشي محترف، وشوية بشوية بديت كنتعلم من الفيديوز من انستغرام من يوتيوب، حتى تعلمت الحمد لله، ومن جات الفرصة ما فلتهاش باش نمشي نشارك. الطبخ كتما كيعجبني، ولكن ماشي ما كنتعمقش فيه بزاف بحال الباتيسري. التحديات كاينين جوج، ولكن اللي صعيب بزاف هو العربي اللي عطاونا خصنا نعدلو الكاطو بمضغة الشباكية وواحد الصفوف، هذا كان صعيب بزاف، وحنا كنا جوزنا قبل تحدي الشوكولات، الشوكولات كان كيقولنا عقلنا صعيب، ولكن ملي عطاونا العربي جا صعيب أكثر منه. الصعوبات هو أنا ما عنديش مع الكاميرا، كنحشم بزاف من الكاميرا، وكان ما عمري خدمت كتما الناس بزاف حاضيني وواقفين فوق راسي وكيهضروا معايا، وخصك تهضر مع الكاميرا، وخصك تينا خدام تهضر مع الكاميرا، ما يجي عندك الجوري خصك تهضر معاه وتينا خدام، هادو صراحه كانوا عندي مشاكل معاهم، كانت كتجيني صعيبه، ولكن ملي حلقه بحلقه كنتانس تجوزنا البريمات كاملين. السبب هو حيت الشهرين وحنا بعدين العائلة ولا الصحاب والخوت، ملي شفت خي واختي داخلين عندي تأثرت، ولكن صبرت ما بغيتش نبين لهم قدامهم، ولكن ملي مشى وهضر معايا الجورناليست اللي كان معايا قال لي شنو الشعور ديالك ملي جا عندك خي، قلت له فرحان بزاف حيت جاو يشجعوني، ولكن ما كرهتش تكون معايا الوالدة والوالد، ما قدرت نصبر وبكيت. القدوات ديالي هما كاينين عندي جوج كيعجبوني، ماشي كيعجبوني بزاف، هما كاين واحد الشاف انطونيو باشور، وكاين اماوري، كاين شاف مغاربه كاين بزاف، كاين شاف بحال شاف اسامه ايمن شكري بحال خباطه، كاينين بزاف اللي شاف اللي كنتعلم منهم بزاف الحاجات.
طموحات ديالي المستقبل هي نزيد نقرا في هذا الدومين هذا ونرجع شاف كبير ان شاء الله، ماشي غير في الصعيد الوطني، العالمي ان شاء الله. كنشكر بزاف الناس اللي كيدعموني، وكنشكر العائله ديالي، وكنشكر الوالد والوالده وخوتي وصحابي والطاقم التقني اللي سهر لهذيك البرنامج باش 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 كينجحوا هيداك. وكنشكر المغاربه على الداخل والخارج الوطن، كنشكركم بزاف.